وتجعلون
لهم بما كانوا يكسبون. عليه يشكو سلام الله يطول.
Oh.
الأبدي. وإذا كنت المقدام فلا تنسى في حرب من أعوانه. وإذا أبصرت منار هدى فخاف فوق التبجي. وإذا شاق الدرس المجدى تلمى في الشرق المتلجي. صلوات الله على المهدي يهدي الخلق إلى النهدي. وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته البهجي. وأبي حفص وكرامته في قصة سانية الخرج. وأبي عمرو بن نورين مستهدف مستهدي البهجي. وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج. وعلى السبطين وأمهما وجميع وقرابته وخفات الإذن بلا عوج. وعلى تباعهم العلماء بأوارف دين المنهج. يا رب بهم وبآلهم عشر بالنصر وبالفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى. إن ربنا لشكور حليم
نحمدك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد والشكر والثناء الحسن الجميل كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا أنت ربنا خلقتنا ورزقتنا وألهمتنا طاعتك وعبادتك وشكرك، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك ختمت به رسالاتك وتوجت به نبواتك صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المشهودة المباركة المحمودة، ونضرع إليك اللهم متوسلين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، مستمسكين بحبلك، معولين على طولك وحولك أن تشمل بجميل عفوك وجزيل فضلك من آثرته بجوارك وأسكنته دار قرارك، صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني الذي بذل جهده وأفرغ وسعه في بناء المغرب الحديث بناء شامخا وجعل فيه الأمن والاستقرار والسلام ثابتا راسخا حتى غدا عماد الدين محفوظا راسيا وبنيان الوطن مرفوعا ساميا، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به إماما عن رعيته وحاكما عن شعبه ودولته. اللهم إنا نسألك أن تغمر قبره برحماتك وتغدق عليه من بركاتك، ونسألك اللهم أن تنور ضريحه وتحيطه بألطافك الخفية وتجزل له من عطاياك السنية وتفتح له من أبواب هباتك العلية وتجعله في رفقة صفيك وخليلك جدك المصطفى صلى الله جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم كما شرفت مقداره في الدنيا فأعل مقامه في الآخرة، واجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أكرمه بالحسنى وأسكنه الفردوس الأعلى، ومتعه اللهم بالنظر إلى وجهك العظيم والقرب من رسولك الكريم. ونسألك اللهم أن تشمل بجميل إحسانك وسني كرمك والده المنعم الذي جاهد بنفسه وماله وكل ما كان يملك من أجل تحرير وطنه جلالة الملك محمدًا الخامس قدس الله سره. اللهم أمطر على قبره شآبيب رحمتك وتوله بحسن ولايتك، وانصر اللهم وارث سرهما المحافظ على إرثهما السائر على طريقهما والسالك لنهجهما مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمدًا السادس. اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بك اللهم أن يؤتى من تحته. اللهم احفظه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي كل حين وعلى كل حال يا رب العالمين. اللهم أدم عليه حفظك ولطفك وسترك يا حفيظ يا لطيف يا ستار يا غفار. اللهم كن معه وله في حله وترحاله، وأسبغ عليه نعمك ظاهرة وباطنة، وأفض عليه من ساطع أنوارك، وأحطه بفيوضات أسرارك، وألبسه اللهم لباس العافية، وبوئه المكانة العالية والمنزلة السامية، وأقر اللهم عينه بولي عهده صاحب سمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد وسائر أسرته الشريفة يا رب العالمين. وارحم اللهم جميع من توفيته منا
وألحقنا بهم مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين، وكريم الختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فرض وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله حقه ومكاره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.